مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بيه، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني. لما نيجي نقف قدامك، خلي حضورك يملى علينا، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع. نتغير وعنينا تشوف مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى علينا يا يسوع، خلي حضورك يملى علينا. أصير من شعبك من دعيا عليهم اسمك، عجبا هل دعوتني أنا لأكون ملكا لك، هل لغريب لضال أثيم أن ينتمي للملك؟ عرفتني كم أنك رحيم إذ غرستني في كرمتك، مبارك اسم الرب، اسم الرب. كل ما في بطني يقول مبارك اسم الرب، أظهرت لي عظيم رحمتك بسفك دماء الحمل، حبك يفوق كل خيالي بجملتي يباركك، مجدا لك قد انشق الحجاب وأعلنت لنا سرك، الآن أصرخ يا أبا الآبي مجدا فقد صرت لك. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. كل ما في بطني
اسمه الرب. مزمور 103، مزمور الجميل لداود. لو في ايدينا كتب مقدسه تعالوا نفتحها، لو على الشاشه. واحنا بنقول الكلمات دي مع داود النهارده، احنا جايين لبيت الرب، جايين نجتمع معا ككنيسه واحده. يلا مع بعض بصوت واحد نقول الكلمات المحفوظه لينا كلنا. بس النهارده فاكرين لما كان معانا داني سمرنا؟ فاكرين كان في اسبوع معانا داني، وبعدين داني قال جمله من ساعه لما قالها وهي بتخبطني كده، وحسيتها انا عايز امشي بالايه الرولز دي، او عايز امشي بالستيتمنت دي، عايز امشي بالكلام ده. كان بيقول كل مره تقرا فيها الكتاب المقدس، كل مره تقرا فيها قصه من الكتاب المقدس، كل مره تقرا مزمور، كل مره تقرا حدث، اقراه وكانك اول مره تقراه. قال هي مش سهله، انا فاكر قال هي مش سهله، بس لما تتمرن عليها تبقى حلوه. ليه؟ لانك لما بتقرا بتوقع ايه اللي هيحصل، فخلاص بقى عندك الموضوع. يعني داود وجليات احنا عارفينها من مدارس الاحد، داود راح وجاب النبله وخد، فانا هو داود وخبط بتاعه. بس في اوقات القصص اللي كنا متربيين عليها واحنا صغيرين كانت للوقت بتاعه واحنا صغيرين، يعني كانت بتاعه مدارس الاحد. لما كبرنا بناخد الابعاد الروحيه الكبيره بتاعتها، مش بناخد الحدث بتاع النبله وخبط. انا جبت اي مثل يعني، وقيس بقى على كده كل الامثال والقصص من الكتاب المقدس. فانك تقرا الحدث كانك اول مره تقراه، كانك مش عارف ايه اللي هيحصل لما داود هيروح له. هي مش سهله، هي محتاجه نتعود عليها كل مره. انا بحط ده في دماغي علشان عايز اتفاجئ، عايز اعرف ايه اللي هيحصل. فداود وهو بيصلي المزمور ده كان بيفكر نفسه وبيقول الكلمات الجميله دي اللي انا النهارده عايز اقولها، انا كامير عايز اقولها النهارده وافكر فيها نفسي انا كمان. لو عايزين تقفوا مع بعض امين، بس اهم حاجه تعالوا نقرا مع بعض الكلمات دي. يلا بصوت واحد، باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك، الذي يفدي من الحفره حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق أبعد عنا معاصينا، كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري ليعملها. الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاتهم. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. يلا مع بعض نقول الكلمات دي، باركي يا نفسي رب. تعالوا نصلي مع بعض في بداية اجتماعنا، زي ما كنا بنرنم وزي ما كنا بنقرأ في الكلمات المزمور الجميل اللي يمكن لو عرفنا أو لو عايزين نطلع المشاعر دي من جوانا مش هنعرف نكتب الكلام الحلو ده. والرب حطه جوه داود وحطه على لسان داود، فخلاه يمسك القلم بتاعه ويكتب الكلمات الجميلة دي، عشان احنا لبعد آلاف السنين نفضل برضو نقرأ الكلمات ونتبارك بيها، نقرأ الكلمات ونصليها كمان. لو انت النهاردة مستني حكم من الرب، الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. لو انت مش عارف تمشي منين وتروح ازاي، يقولك عرف موسى طرقه وبني اسرائيل افعاله.
لو انت حاسس ان الرب مش بيصبر عليا او زهق مني، اسمع الكلام الجميل ده. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. دي هو مش زي بيزهق بسرعة، هو مش زي بيمل بسرعة، هو مش زي خلاص يقول خلصت. لو انت النهاردة حاسس ان مفيش عدل، الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. صلي معايا الكلمات دي. زي ما كنا بنقول، كل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب. يلا نصلي الكلمات المحفوظة القديمة الجديدة اللي مش هتنتهي أبدا ومش هتقدم أبدا. باركي يا نفس الرب. تعالوا نصلي كمان ونرنم كلمات المزمور دي. باركي يا نفس الرب. وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب. وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يغفر الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. باركي يا نفسي الرب، باركي يا نفسي الرب. وكل ما في باطني قدوس. باركي يا نفس الرب. وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. الذي يفدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب. وكل ما في باطني يبارك اسمك قدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفسي الرب. وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الذي يشبع باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب. وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب. وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. أبارك اسمك يا رب، أبارك اسمك يا رب، أبارك اسمك يا رب. تستحق كل مجد وإكرام وتسبيح.
احنا جايين النهاردة مع بعض كلنا نشترك في رفع ذبيحة حمد وتسبيح تليق بشخصك يا سيد. اجعل الكلمات يا رب اللي بنقولها تكون حقيقة بنعيشها ويكون واقع يا رب عايشين فيه باسم الرب يسوع المسيح. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك ارتاح تلقاني بالأفراح يفيض دمع العين حبا وليس جراح. شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه إليه وعيني عليه جلست بين يديه ووقت نساني جماله فتى جماله فتى وقلبه الحنان محضاره ملقان. يلا مع بعض كلنا سان حبيبي سباني بحب بغمره رواني جذبني حبه إليه أتي وعيني عليه جلست بين يديه ووقت نساني شوقي يا ربي إليه إليك وليس سوى أكون ملكا ليك فمبتغى رضا شوقي يا ربي إليك إليك وليس سوى أكون ملكا ليك فمبتغى رضا. بحبه سباني شفاني ورواني بغمر رواني جذبني حبه إليه أتي وعيني عليه جلست بين يديه ووقت نساني الكلمة منك مش أوهام والوعد قلته مش أحلام والكلمة ثابتة ووعدك حق وانت على وعدك سهران ما هو انت رب ومش إنسان تقول بل شك أصلك أمرت جايين يا رب جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب بنترجاك ماسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم للي استناك موجود يا رب بنترجاك إلى
بنستقرب رب الخليقة وكل الأرض عندك مساند تدي ضمان لو الجبال راح يوم تنهد مش راح يزول عنا هللويا بالنعمة تسند ضعف القلب وبكلمة تشفي من الأحزان والخوف تقابله بغمر الحب تزيله فيك زيد الإيمان جايين وواثقين إنك حي موجود يا رب بنترجاك وعدك إنك جاي بيكون عظيم بنستناك موجود يا رب بنترجاك إلهي حي بنستناك الكلمة ثابتة في كل زمان حقيقة مع كتر الأوهام وحتى لو للشك مكان دي ليها وقت أكيد هتبان هضاب جبال وسهول وديان كل اللي هتدوسه الأقدام ميراثي هملك رغم الحرب مغلوب عدو ومش شمتان جايين وواثقين انك حي موجود يا رب بتربيا ماسكين في وعدك انك جاي بجود عظيم اللي استناك موجود يا رب بنتركك إلهي حي بنستناك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأ ليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك يا يسوع انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأ ليك قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك ليه عجيبة قلبك كله حب وطيبة ومعاملاتك ليه عجيبة مش شباب حتى للشيبة مش شباب حتى للشيبة شايلني بإيديك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك اتكالي اتكالي عليك يا سيد بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك مش بهون ولا مر عليك قلت لي نعمتي هتكفيك مش بهون ولا مر عليك قلت لي نعمتي هتكفيك أضعف ترفع واصرخ تسمع أضعف ترفع واصرخ تسمع أصل أنا غالي عليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأوا ليك اتكالي عليك يا سيد اتكالي عليك
بترفع وانت تقيم اللي بيلجأوا ليك. مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع بتسمي. مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع بتسمي. ليك راح ارنم وافتح فمي بذبايح ترضيك. اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك يا يسوع. انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأ ليه. اتكالي اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك. انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأ ليه. هللويا. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. يا مالك الملوك، يا مالك الملوك، يا يسوع، يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. لما عينينا تشوفك، لما عينينا تشوفك، تملى حياتنا ضي. يا غالب الأعداء يسوع، بمجد وبسلطان، قوة قيامتك فينا بنعيش. يلا كمان مرة. يا غالب الأعداء، بمجد وبسلطان، قوة قيامتك فينا بنعيشها بالإيمان. يا مسيحنا، يسوع إلهنا حي. ومهدي نوب حور، بتفك أسر شعبك وتخرجوا للنور. يا غارس السماوات، يا غارس السماوات، ومهدي نوب حور، بتفك أسر شعبك وتخرجوا حياتنا ضيق. فتح العيون يا صانع الآيات، دي أرضنا بتشهد لك وفي السماء علامات. يا مفتح العيون
حياتنا ضي يا رب. بنصلي يا رب ان احنا نفسينا نكون شهادة عنك يا رب، نكون احنا التسبيحة، نكون احنا الرسالة المقروءة لجميع الناس. واحنا النهاردة يا رب بنقترب الى مائدتك، احنا بنتذكر يا رب موتك وقيامتك من اجلنا، ونعيش عشان نخبر بالذكرى دي. ساعدنا نكون شهادة حية عن عمل الله في حياتنا. وانت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ارضي، انت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته واصبح ليك. انت هدف اهداف العمر اللي انا بحياه علشان ارضي، وانت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته. عايش بعلن، عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس ان الدم خلاصي وبتقديسي رسم دخول المفدين. يلي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك، فوق الخشب حملت أثامي أصبح لي مكان في سماك. يلي شفيت النفس بجرحك لما سفكت الدم هناك، فوق الخشب حملت أثام أصبح لي مكان في سماك. عايش بعلي بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي تقديسي رسم دخول المفدين. عايش بعلي بين الناس إن الدم اللي فداني زمين، سر خلاصي وبتقديسي رسم دخول المفدين. لما انظر لصليبك ترخص فعن أيام جاد الكون، واحسب عارك هو غناية وربح سماوي فيك مضمون. لما انظر لصليبك ترخص فعن أيام جاد الكون، واحسب عارك هو غناية. صلي معايا الكلمات اللي جاية، فيك مضمون. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المفدين. عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني ثمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المفدين. مستحق يا الله أن نعبدك، مستحق يا الله أن نغني لك، مستحق
يا الله أن نعبدك مستحق يا الله أنه يلا مع بعض بصلاحك نغني بصلاحك بخلاصك نغني بصلاحك بخلاصك فأنت الكل لنا فأنت الكل لنا مستحق مع بعض بحمايتك برعايتك أنت حصن حياتنا أنت حصن حياتنا مستحق يا الله أن بمحبتك برحمتك بمحبتك هكذا أحببتنا هكذا أحببتنا مستحق يا الله أن نعبد هللويا. تعالوا نختم باخر ترنيمه قبل ما نسمع كلمه الرب. احنا بنقول الكلمات القديمه برضو اللي ما بتخلصش او ما بتقدمش. نفسي تغني يا مخلصي وحينما اذكر كيف ربي قد مات وبذل نفسه عني. Yeah.
وكل ما يدور في الأفلام أسمع صوت الرعد في غيومك وكلها قد نفسي تغني نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك وكلما أذكر كيف ربي قد بذل عن الخطى بدمه أزال كل ذنبي وردني للسير في رضا نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك وحينما أسير في الأدغال وأسمع تغريد في الأقصى يجتمع ماهو من الجبال خريره يأتي مع الألحان نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني ما أعظم ما أعظم إذ يظهر مسيح بانتصار يأخذني إلى السماء هنا مبتهجا أسجد باعتبار له مرنما ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك مبارك اسمك يا رب إلى الأبد آمين تفضل استريح مبارك اسم الرب ربي يباركك أميل كوير مبارك نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك يوم مبارك يوم حلو دايما وأنا ببعت الرسالة الصبح بقول تعالى مصلي يعني تعالى وانت منتظر ما تجيش الكنيسة عشان يقولك ايه هنروح نتقابل مع ربنا لا اتقابل معي هناك وتعالى هاته معاك هو ماشي معاك قلبي فرحان اشوف عفاف تعرفيش قد ايه قلبي بنصلي الكنيسه بتصلي وانت غاليه علينا قوي 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 وايد الرب ممدوده ليكي بالاحسان وبالشفاء وبالبركه وامتدت في اسم الرب يسوع واللي بدا كمل واحنا مصدقين امين
سعيد دايما اشوفك انت وعاطفي، بارك الرب. خلينا بس ناخد دقيقه او دقيقتين نصلي من اجل المرضى، ابديتس من اجل ظروف اخونا ميلاد. انا بتواصل مع عبير على طول، مش قادر ازوره لان زياره ممنوعه، لكن نشكر ربنا من اجل كل حاجه اللي هما بدوا يدوا الكيمو، وفي اسم الرب يسوع مش الكيمو اللي هيشفي، لكن كلمه السلطان الالهيه هي اللي هتشفي في اسم الرب يسوع. بصلي من اجل اخونا صفوت، كمل صلاه من اجل اختنا عفاف، اسم الرب يسوع اللي بدا كمل واحنا مصدقين ايده قدرته. صلي من اجل كتير من المرضى الحقيقه، ناس كتير قوي قوي كل ارض، لو اوريكم بس الفيسبوك بتاعي صدقوني من كل الارض ناس عماله تبعت رسائل علشان ظروف مرضيه. ما زلت اقول ان الله حكيم، الله صالح، الله كلي السلطان، الله هو اللي بيقول بيكون، هو اللي بيؤمر بيصير. فعايزين نصلي من اجل الناس دي، ناس بتصدق، ناس بتصدق. واحدة بتقول لي أسيس امبارح، تقول لي أسيس ممكن تقول لكنيستك المباركة تصلي من أجلي؟ قلت لهم حاضر، رديت عليها مباشرة وقلت لها أمين، كنيسة المباركة هتصلي أمين. تعالوا نقف كلنا مع بعض، نقف كلنا مع بعض. أخونا بديع، تعال صلي من أجل المرض. خلنا كلنا نتفق، يعني الكنيسة لما صلت ما تعرفوش إيه اللي بيحصل. الكنيسة لما صلت القيود سقطت، القيود اللي كانت مقيدة بطرس سقطت والأبواب اتفتحت لما صلت الكنيسة. لما بتصلي الكنيسة في مصر، لما صلت الكنيسة مصر اتقلبت، لما صلت الكنيسة في مصر الدنيا اتغيرت وربنا كان ليه كل السلطان. فتعالوا نصلي ككنيسة. تفضل يا رجلنا. يا من قلت أن الرب شفيك، يا من أخذت أثقامنا وحملت أمراضنا، وكل الذين لمسوك نالوا الشفاء، لأن قوة كانت تخرج منك للشفاء. النهاردة جايين بنلمس هد ثوبك وننتظر القوة التي خرجت ولمست المرأة نازفة الدم بعد عناء شديد لإثنى عشر سنة. النهاردة يا رب نثق في قدرتك، أنت رب تريدنا أن نكون أقوياء، أنت تريدنا بلا تعب ولا كلل، عشان كده احنا نثق في قدرتك. الإله القدير الذي يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، يا رب ارسل كلمتك لشفاء كل من يعاني وكل من يئن على فراش المرض. منتظرينك يا رب، لنا الثقة في قدرتك، لنا الثقة في عظمتك، لنا الثقة في محبتك، لنا الثقة في مراحمك الكثيرة التي لا تزول وهي جديدة في كل صباح. لنا الثقة في أمانتك، حتى إن كنا نحن غير مؤمنين لكن أنت تبقى أمين، لا تقدر أن تنكر نفسك في ظروفنا، في احتياجاتنا، في أمراضنا، في أحزاننا، في أتعابنا. تريد الكل فعلا أقوياء، لأن فرح الرب هو قوتنا. نثق يا رب أنك استجبت ولك كل المجد. أمين. مبارك اسم الرب. برحب بشعب الرب المبارك، اللي الناس اللي بتشوفنا في كل الأرض، و بنقول ان انتم معانا زي ما احنا في حضرة الرب، انتم معانا في حضرة الرب. فبرحب بكل القديسين اللي بيشوفونا دلوقتي. الاسبوع اللي فات كله انا عمال اوعظ، يعني وصوتي رايح، مش اقل من 7-8-10 عظات يمكن. فامبارح بالليل كنت مشغول اتكلم عن الزارع الاعظم، وبعدين الصبح الرب ابتدى يحط عيني على حاجة عايزين نمشي فيها في سلسلة من الخدمات والاختبارات، مش مجرد خدمة، مش مجرد وعظة.
لكن نفسي أتكلم عن يشوع. الشخصية دي الرب بيكلمني عن يشوع كل شوية ويرجعني لي شخص حلو. خليني أقول لكم إيه الفرق بين يشوع وبين موسى. موسى هو القائد اللي الرب دعاه من البرية. موسى خرج خارج دائرة أضواء بيت فرعون بعد ما كان ابنة فرعون اللي انتشل من الماء عشان يتربى في بيت الملك، وعاش في بيت الملك معزز، عاش في بيت الملك ابن بنت الملك أمير يعني. الرب خرجه من دائرة الأمارة وعزله من دائرة الأمارة، وأبى موسى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله، حاسبا عار المسيح في حياته أعظم من كل خزائن مصر. فموسى خرج وقعد في البرية 40 سنة. أنا ما عرفش إيه اللي كان بيدور في ذهنه، أنا ما عرفش إيه اللي كان موسى بيفكر فيه. هل حياته انتهت على كده؟ هل قصته انتهت على كده؟ كتير مننا مرات بنبقى في دائرة الأضواء ودائرة العيلة، دائرة الاستخدام، فجأة ربنا يدينا جنب شوي. مش معنى ربنا ادانا جنب القصة انتهت، مش معنى ربنا حطيني في الحتة دي القصة انتهت. للرب كان بيعد موسى، كان بيجهز موسى. تدريب طول شوية، خد 40 سنة، لكن كان تدريب، كان تدريب. فدي طريقة الله الجميلة البديعة اللي مرات كتير بتحير عقولنا، ان ربنا مرات يحطنا على جنب. الرب بعد ما صلى إليه مباشرة والرب استجاب مباشرة، وكانت أصعب صلاة صلاها إليه ان يقول له اقفل السماء بلاش يجي مطر. يعني لو أنا مكانه أقول له هاوكم يعني طب بتقول ربنا يعني يقفل السماء؟ صلى صلاة. بعد الصلاة دي أعتقد إليه كل حد مش لاقي مطر جاي يقول لك الرجل ده السبب، الرجل ده هو اللي صلى، ربنا استجاب. لكن الغريب إنه بعد الصلاة دي مباشرة الله خده على جنب. الرب بعده من دائرة الأضواء، ده بتاع الصلاة، ده اللي ربنا بيسمع له، ده اللي ربنا أول ما يقول حاجة هو بيستجيب. فالرب عزله والرب قال له روح اقعد في حتة مش هتلقى ناس هناك، مفيش بشر، بس هتلقى غربان، تلقى غراب رايح جاي، غراب رايح جاي. هل قصة إليا انتهت إطلاقا؟ إطلاقا. قصة إليا كانت إعداد إلهي عشان يرى عظمة الله، روعة الله في الوسع، وعظمة الله وروعة الله في الضيق. والرب استخدمه. يوسف من الشخصيات الغريبة، الولد المدلل ابن الغالية ابن رحيل، الولد اللي بيلبس الثوب الجميل المزخرف الملون ومشهور كده وسط إخواته وسط الناس، مش بس وسط إخواته لكن في كل المنطقة اللي كانوا فيها، ده ابن رحيل، ده أبوه مميزه، ربنا عزبه لاستبقاء حياه، ربنا عزبه. وياريت عزله عزل حلوة، يعني يمكن موسى هرب وبقي راعي غنم، يمكن إيليا قعد واخد حريته بس يعني علاقته مع الغربان، بس ده راح يبقى عبد في بيت اتهم فيه تهمة رديئة وراح كمل مشواره في السجن. هل قصة يوسف انتهت؟ اطلاقا. فلما ربنا بيخرجني من دائرة الأضواء مش معناها ان حياتي انتهت، مش معناها ان خدمتي انتهت، مش معناها ان الرب مش هيستخدمني تاني ويباركني تاني اطلاقا. خلينا اتكلم عن موسى دقيقة أو دقيقتين. مين موسى ومين يشوع؟ الخط الإلهي بديع قوي قوي، الخط الإلهي، والنهاردة هقف قدام يشوع أكتر، بس الخط الإلهي إن الرب علشان يدي أرض امتلاك للمؤمنين وعشان يدي حياة نصر للمؤمنين لازم تبدأ بالكلمة، لازم تبدأ بالمكتوب، لازم أستند على دي، وده اللي هتكلم عنه بعد شوية عن يشوع. موسى كان دوره يكون هو اللي في علاقة مع الله، يتكلم مع الله عشان يثبت الشريعة في إسرائيل.
لازم يحط أساسات للكلمة. فالرب عشان يحط أساسات للكلمة جاب موسى، وموسى بقي هو كليم الله اللي يتكلم مع الله، اللي الله ياخده فوق الجبل ويقدم حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، والشعب كان تايه فيها مش عارف قصتها ايه وتمشي ازاي، ووضع وصايا 10 للشعب. بعدين ابتدى يحط أساسات للذبائح وإيه المفاهيم الذبائح والرموز الجميلة البديعة في العهد القديم تشير إلى الرب يسوع. بعدين ابتدى يتكلم عن الهيكل ورسومات الهيكل وإيه كل رموز الهيكل، وإيه مفهوم القاع الخارجية، إيه مفهوم القدس، إيه مفهوم قدس الأقداس، وإيه كيفية الاقتراب. وابتدى يحط موسى الأساسات دي كلها، وبمجرد ما موسى أنهى وضع الأساسات موسى اتحط على جنب، مش علشان أقول خدمته انتهت، لا، لأن في مرحلة جاية، في مرحلة امتلاك أراضي، في مرحلة تانية مختلفة، في مرحلة أن الشعب يدخل إلى كنعان. فدي كانت مرحلة موسى، ودي بدأت مرحلة يشوع. مرحلة يشوع بدأت أنه الرجل اللي هو الرب استأمنه أنه يكمل المشوار بعد ما حط فاونديشن، بعد ما حط أساس. رب حط أساس هو الكلمة، والكلمة هي اللي بتمشي كل مشوار حياتنا. ولو أنا محتاج نور بلقى الكلمة، لو محتاج عقلي يتفتح شوية محتاج الكلمة، لو أنا محتاج أحفظ وأحمى من تحديات الخطية محتاج الكلمة، فأنا محتاج كلمة الله. فاتحطت الأساسات للكلمة، وبعدين الرب قال له يا موسى مهمتك It is done, thank you. وبعدين الرب راح جايب يشوع. مين يشوع؟ خلينا أقرأ بس كلمات صغيرة. احنا هنقف قدام المشوار ده كل شهر ديسمبر، بس هنقف بس احنا معانا ضيف مبارك من مصر على فكرة، رجل من رجال الله المباركين جدا، اول مرة يجي امريكا، اول مرة هيجي، الاسيس ناجي كامل. اسيس ناجي رجل من الرجال اللي بيعشقوا كلمة الله، حبوا كلمة الله، وربنا مستخدمه بصورة، هو جديد حديث في الايمان من سنين قليلة، ولما يجي خليه يقول اختباره ليكم. لكن من الناس اللي انا شايف انه ربنا مؤكد في اسم الرب يسوع هيستخدمهم في وسطينا في الوقت اللي هيجوا فيه، هيجي في اخر شهر ديسمبر. فانا هكمل لحد او الوقت اللي هو هيجي فيه وقفه مع يشوع. خليني اقرا بس معاكم جزء من التاريخ الجميل ده. هنقرا من يشوع صح واحد، يشوع صح واحد. تعالوا نقف مع بعض وهنقرا الاعداد من عدد 3 لحد عدد 9، 3-9. حاولوا تقروا معي، حاولوا تقروا معي، يلا كلنا هنمديتيت على الكلمة ونقرر الكلمة ونكرر الكلمة ونقول الكلمة، يلا معي. بيقول كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى. أنا ديت موسى، خليكم معي، الرب يقول أنا ديت موسى الخريطة، أنا ديته كلمتي وأنا ديته وعودي. فنديت موسى كلمتي ووعودي، ودلوقتي انت مهمتك تمشي على الاساس اللي اتحط. يلا نكمل. فقال له ايه؟ يلا على العاد بعده. من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير نهر الفرات، جميع ارض الحثيين والى البحر الكبير، قولوا معايا، نحو مغرب الشمس يكون تخومكم. لا يقف انسان، مبارك اسمك، كل ايام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. وبعدين قال له تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. وبعدين قال له إنما كن متشددا وتشجع جدا لتحفظ العمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. واخدين بالكم من كلمة ربنا؟ فبيقول له أنا أديت موسى الشريعة، أنا أديت موسى الكلمة، أنا حطيت فرشت الأرضية قدامك بناء على الكلمة، وبناء على الكلمة كمل المشوار. فبيقول له الكلام ده، تحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لتفلح حيثما تذهب. وبعدين قال له لا يبرح
سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ إيه؟ طريق أو حينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. تعالوا نقولها لينا احنا دي، تيجوا نقولها لينا، تيجوا نقولها لينا، تيجوا نصدقها. هنقول العدد ده لينا احنا، خدوا ليك، خدوا ليك وصدقوا. لما الرب دعاني للخدمة، كان الكلام ده يوم 31 ديسمبر، كان أول يوم ليا سنة 83. وبعدين أنا مرعوب، أنا مش عارف أعمل إيه، صدقوني ولا عارف أنا رايح على فين وجاي منين، وقصتي يعني قصة هتبدأ، وكأني هروح عند نهر كريت واستنى الغربان تيجي، ومش عارف أعمل إيه. وبعدين أنا خدت القرار بانكسار، كان القرار كان لي يعني مبليها من 3 سنين صراع، بس الرب بابا قال لي، بابا الأسيس عزيز راح السامة حبيبي، فبابا قال لي، قال لي هتخدم للادي ليلة رأس السنة، فهو ده العدد اللي الرب قاله لي، قال لي ده ليك انت، ده بتاعك انت، الرب قال لي ده وانا مسنود عليه. يلا نقراه مع بعض لينا كل واحد فينا. اما امرتك بيقول لك انت، بيقول لك انت، ابو رامي بيقول لإيهاب، بيقول للنادر، بيقول الاخ سمير، بيقول كل واحد فينا. اما امرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك. وكل شعب الرب يقول امين. فطب خليني بس هاخد ايه معنى اسم يشوع. اسم يشوع، اسم يشوع اساسا هو نفس اسم يسوع، فهو من شقين من ياه شوع، ياه يعني يهوى، شوع يعني يخلص، فهو معناه الله يخلص، يهوى يخلص، فده اسم يشوع. أكيد أبوه فكر في حاجة كويسة لما سماه. كتير اسم يشوع في وسط العبرانيين، ونشكر ربنا عندنا في الكنيسة في جشوى. فين جشوى الصغير؟ فين باسم؟ باسم و... طيب، فعندنا جشوات كتيرة في الكنيسة، وعندنا ديفيد كمان عنده يشوع، عنده جشوى. فاسم يشوع اسم حلو، اسم مبارك، اسم جميل، يهوى يخلص. وعندنا احنا جشوة مع، لا ده احنا عندنا في كنيسة جشوهات يعني. طيب خلينا اقول لكم بقى ايه اللي الرب عايز يحطه قدامنا. هنحط اساسات صغيرة، مين هو يشوع وايه اللي مرنا عليه. يشوع تذوق لما الرب قال له الكلام ده، خلينا العدد ده ينزل. لما الرب قال له ما تخافش، تشجع، تشدد، لا ترهب، انا هكون معك، فهو بيتكلم عن مشوار نصرة، مشوار واحد انتصر. حياة يشوع وأرض كنعان هي رمز كبير جدا لحياتنا المسيحية، لحياة كل واحد فينا. في ترانيم عملناها زمان والقديسين جاد بلزم بيقولك أنا داخل كنعان، أنا داخل كنعان. هم اللي عارفوا كنعان، اللي كتب ترنيمة أنا داخل كنعان، 100% كنعان مش السماء، كنعان التدريب للمؤمن لما بيدخل في تحديات مع البرية. عندي أراضي همتلكها أف كنعان، وعندي حروب هحاربها أف كنعان، وعندي سقطات ممكن أسقطها وأنا في كنعان، وعندي وقفات من جديد أقفها وأنا في كنعان. فكنعان هي رمز للحياة المسيحية، لكن مش هي السماء. يعني لو إحنا بنرنم ترانيم عن كنعان هي السماء، هي مش السماء، السماء ما فيش اللي كان في كنعان. لكن عايز اقول النهارده يشوع، يشوع مشي مشوار كنعان دي، مشي مشوار قبل ما يعدي الاردن، وبعدين راح دخل على الاردن ودخل على الارض كنعان. انا هقول 7 دعامات للنصره في حياه المؤمنين انا شفتهم في حياه يشوع، ودول احطهم كاساس، ده فاونديشن للكلام اللي جاي في الايام اللي جاي. يشوع كان فتى صغير وسمع صراخ كبير قوي موجود في أرض مصر، والصراخ كان بيقول إنه في أبكار، ده آخر ضربة من العشرة، في أبكار هيموتوا للادي، في أبكار هيدخل الملك المهلك عشان يهلك. يشوع سمع في سفر أخبار الأيام، في أخبار الأيام خلينا أقول لكم صح كام، ذكر عن يشوع، عن النون ويشوع ابنه، انه
كان الابن البكري لابوه. فيشوع أخبار الأيام الأولى 7 عدد 27 فبيقول ونون ويشوع ابنه. فيشوع كان الولد البكري فسمع الكلام ده، سمع أنه هيكون في صراخ في كل أرض مصر وهتبقى مصيبة إلى الهدي وكله هي أي بكري هيموت. فيشوع كان أكيد نظير أي حد من الأبكار في الوقت ده، الابن الأول قلبه كان مليان بالخوف. طب وإيه اللي هيحصل يعني؟ فسمع الرب يقول تعليمات لموسى. فالرب قال لموسى يا موسى هات كده طشت اذبح ذبيحة استقبل الدم في طشت خد زوفة وحط الدم على القائمتين والعتبة العليا لكل بيت. هل ناس سمعت موسى وهو بيسمع التعليمات وبينفذ؟ هل ناس عملت اللي اتعمل مع العبرانيين؟ أكيد أكيد الشاطر اللي يفهم يعني. فيشوع بسرعة جري واستخبى جوه البيت وأبوه عمل كده. أول دعامة من دعامات النصرة هي الدم المرشوش. في موضة بتتقال إنه ممكن أنا أخد حياة أبدية بعيد عن دم المسيح. ممكن ناس تقول لك لو أنت أعمالك كويسة وأنت محترم ومهذب ممكن تاخد حياة أبدية وتروح السماء بدون دم المسيح. Well, كان لو واحد شاطر من شطار من بني إسرائيل في الوقت ده ولكن أنا مش محتاج أن أنا يعني أعمل اللي قال عليه موسى، مش محتاج أحط الدم على القائمتين والعتبة العليا. هاتولنا الجزء ده يا نانسي ورا خروج 12. أنا مش محتاج أعمل أي حاجة من ده خالص، أنا كل اللي محتاجه أن أنا محتاج أن أنا أذكر الناس بالأعمال الصالحة الطيبة والحسنات والخير اللي بعمله مع الناس. أنا محتاج أن أنا أقول للناس أن أنا إنسان مثقف جدا ومتعلم جدا ودارس الناموس والكتاب وأنا أقدر أوعظ الناس وأكلم الناس، ده كفاية علي. الكتاب قال بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. النصرة بدأت في حياة يشوع لأنه بدأ الطريق صح. الرب اعتمد واستند على يشوع لأنه بدأ الطريق صح. الرب كلف يشوع بمهمة صعبة قوي 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 أنه يتعامل مع ناس رأسهم نشفة ومتعبين ويعني God bless يشوع وموسى أنه يقدروا يتعاملوا مع نظير هذا الشعب، لكن الرب استند على هذا الأمر أنه يشوع هو المفدي الذي احتمى وراء الدم المرشوش. إزاي تبدأ حياة النصرة في حياتي؟ ممكن أكون من عيلة كويسة، ممكن أكون أبويا بادة كنيسة، ممكن أقول عملوا اجتماع عندنا في الكنيسة زمان في بيتنا كنيسة وكانت الناس بتيجي وبنصلي، ممكن أقول إن أمي كانت ست فاضلة كانت دايما مصلية، بس لا أمي هتنفعني ولا أبويا هينفعني. ينفعني حاجة واحدة بس، إن أنا أصدق من كل قلبي إنه لا حماية من الغضب ومن الدينونة إلا بدم المسيح. هو ده المفتاح، ودم يسوع المسيح ابنه هو ده بس يطهرنا من كل خطيئة. لما بتكلم على الدم بتكلمش على دم يعني بتكلمش بتكلم على الصليب، أنا مش بتكلم على خشبتين، أنا بتكلم على الفادي، أنا بتكلم عن يسوع المسيح اللي قبل أن يوضع عليه إثم جميعا. بتكلم عن يسوع المسيح ابن الله اللي هو مجروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامه علينا وببريه شفينا. فأنا بتكلم عن يسوع اللي شال الشيلة، بتكلم عن يسوع الجميل المبارك اللي جه وثبت وجهه نحو أورشليم وراح للصليب وشال الصليب وتشال على الصليب. بتكلم عن يسوع الفادي. فالنصرة في حياتنا أحبة، النصرة في حياتنا مش ممكن تبدأ بعيد عن الصليب. حضور الكنيسة مش هو اللي يديني حياة أبدية، معرفة الكتابية مش بتديني حياة أبدية رغم أهمية كلمة الله.
تاريخ العيلة مش بيديني حياة أبدية. أي حاجة في الجو الروحي اللي أنا بعرفها وسمعت عنها في الأمور الكنسية وبره الكنسية بتدينيش حياة أبدية. حياة الأبدية حاجة واحدة بس، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص. هو ده الطريق. فبتكلم عن حياة يشوع، أنا بتكلم عن غلام كان عبد، كان موجود في مصر بيتضرب بالكرابيج، كان شغلانته شغلانة رديئة وكان مهان، لكن كانت راسه مرفوعة ان ابن الملك مات ومصر كلها بتصرخ على ابكارها وهو راسه مرفوعة جوه ويقول لك ان الدم المرشوش كان هو اساس حماية لي. لو موجود في الكنيسة ومت تعود على الكنيسة، متعود على الخدام، ومتعود على المرنمين، بتاخد صور معاهم، مبسوط بيهم، بس ما تقابلتش مع الرب يسوع المخلص، مفيش أساس للنصر. هو بس الباب، هو بس الطريق، هو بس الحق، هو بس الحياة، هو بس القيام. أمين. حياة النصرة في يشوع بدأت من البيت ده الموجود في أرض مصر، الخيمة دي، العشة دي، لا كانت عشة، ما كانش عندهم بيوت يعني، كانوا غلابة قوي قوي بني إسرائيل في أرض مصر، فهي حتة عشاية كده فيها باب غلبان يعني وبيت غلبان، بس البيت الغلبان ده كان الجميل قوي قوي، الجميل قوي قوي. لما الكتاب يقول في خروج 12 يقول تعبير ما أروعه، قلته كتير وهقوله تاني، بقول يعبر الرب، يعبر الرب ولا يدع الملاك المهلك يدخل ليهلك. فاحنا بنتكلم على عبور الرب، هو ده الصليب، هو ده الصليب، هو ده المسيح. يعبر الرب جاية يبسط يديه على الباب، يعمل كده قدام كل باب. فالملاك المهلك أول ما يلقى الرب باسط يديه على الباب لا يدخل ليهلك. هل هو باسط إيديه على حياتك؟ باسط إيديه على حياتك، مش يقدر يقرب منك المهلك. أمين. خليني أخد بالضبط نص دقيقة، بليز غمض عينيك معي، بليز. أنا لسه ما أنا في الوعظة. لو أنت لسه ما تقابلتش مع المسيح المخلص، هو بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الكلام ده بقول لكل الناس اللي بتشوفنا في كل الأرض. أنا عايز أقول النهاردة غمض عينك وانت قدام الحدث ده وصلي، قول له يا رب يسوع أنا أعرف كتير عنك، أنا سمعت كتير عنك، بس أنا لسه ما اختبرتكش. تعال غير حياتي، تعال غير قلبي، تعال وخليني أصدق إنك لما بسطت إيديك على باب حياتي وإنت معلق على الصليب على جبل جلجثة، دماءك الكريمة، دماءك الطيبة، دماءك الزكية، وأبدأ مشوار النصرة وأنا عند الصليب وأنا مرشوش بدم المصلوب ربنا يسوع المسيح. أمين. أمين. فأول طريق، أول خطوة اتمتع بها يشوع يا حياة النصرة بدأت من الدم المرشوش، بدأت من الحماية وراء يدي اللي باسط إيديه على الباب عشان يمنع أي مهلك يدخل ليهلك. أمين. طيب خليني أقول لكم مشوار يشوع. مشوار يشوع جميل قوي، حلو قوي قوي قوي. يشوع بعد ما تم الفداء ومصر كلها بقي فيها صراخ، فالملك خد قرار انه الشعب يمشي، فقال لموسى خد اللي معاك دولة وارحمنا، خربت بيوتنا، مليت بيوتنا بالبكاء والنحيب والوجع والموت، وبيوتنا مليانة موت، في موت في كل بيت، اطلع اطلع همنا، مش عايزين خلقتك. فيشوع واحد من دولة، يشوع واحد من الناس دي،
فموسى ابتدى يقول للشعب، الشعب بقى كله لم لمته، مش عايز اقول ايه اللي عملوه مع المصريين، لكن عايز اقول الشعب كله مشي. والشعب طلع اعداد كان كبيره، ما قريب بالمئات ومئات الالوف، البعض قال close to maybe couple of millions، بس انا ما اقدرش احدد بالظبط قد ايه، لكن بقول مئات الالوف كانت موجوده، الكل طالع. وموسى الله يكون في عونه مع الناس دي، موسى الله يكون في عونه، لانه كان شعب صلب الرقبه، كان شعب هنسمع عنه بعد شوي واحنا بنتكلم في حياه يشوع. فيشوع وسط دولة ماشي مع دولة وفرحان قوي قوي، وتخيل ان القصه انتهت، انه انا بمجرد ما يرش علي دم المسيح ويبسط ايديه على ابواب حياتي، فانا خلاص حياتي بقيت حياه، خلاص انا كله تمام وكله رائع ومفيش مشاكل، مفيش اي حاجه. حقيقة يشوع فوجئ بمفاجاه كبيره، هو ماشي وسط الشعب، ماشي وسط الناس، حد ما وصل على الحدود بتاعه البحر اللي هو البحر الاحمر، اللي هو اللي وقفوا قدامه عشان يعديهم للارض اللي رايحينها. وهم قربوا هناك وفجاه بقي قدامهم اكتر من معضله. المعضله الاولانيه ازاي يعدوا الميه، المعضلة الأصعب إنه لاقيين غبار ترابة ورملة مالية الجو. فيشوع راح طالع على حتة طبقت كده، حتة تبة عالية شوية، وابتدى يبص الورا ولاقي غبار، ما اعتقدش دي عاصفة رملية، لكن فوجئ إنه فرعون جاي بجنوده علشان يسترد الشعب تاني للإذلال أو للموت، أيا كان غير رأي. والمشكلة ان مرات كتير قوي بننسى ان ابليس بمجرد ما بقبل المسيح مخلص، بمجرد ما يرش الدم على حياتي، بمجرد ما يبسط يديه الكريمة المباركة على ابواب حياتي، ابليس يبتدي يتضايق، يقول لك دي صليبة سلبت مني، ما انا اصلا كنت واحد من اولاد الشيطان، ما ابليس كان ابويا اصلا، لان انا بعمل اعمال ابليس وانا بعيد عن ربنا، انا بعمل اعمال ابليس، فانا في قبضه ابليس، في ايد ابليس. فابليس متضايق فعايز يستردني باك. دي بتحصل مع كل المؤمنين على فكره، بعد الايمان مباشره يبتدي ابليس يحاول يرمي علينا سهامه. بعد حياه الايمان لو انا عملت اي غلطه من غلطات الماضي يبتدي يقول لي مش انت كنت بتعملها زمان؟ لا، زمان غير دلوقتي، زمان غير دلوقتي. زمان كنت أغضب قوي قوي وأخطئ، وخطير أوي الغضب، لأنه الغضب ممكن يولد خطأ، ولما يولد خطأ فأنا يعني لا أصنع بر الله زي ما الكتاب قال. فأنا في الإيمان غضبت بسرعة، ألقى انضباط إلهي يجي على حياتي، لأن السهم ده سهم شيطاني. لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا لا قولوا معايا، ولا تعطوا إبليس مكان. فإبليس موجود، هو موجود، هو متضايق قوي قوي ان انت بعيد عنه، متضايق قوي ان انت ما بقتش من ولاده. فإبليس يبتدي يرمي سهامه. النصرة الثانية اللي انتصرها يشوع، انتصر بالدم المرشوش، انتصر بالأيادي التي انبسطت على أبواب البيت وحمي من الهلاك ومن الموت. يشوع شاف انه فرعون جاي، رمز للشيطان، فرعون جاي، الغبارة دي، الترابة دي، الرملة دي كانت كلها جاية من جنود فرعون واللي جايين عشان يرجعوا الشعب، ومنهم يشوع. فيشوع قاعد يشوف المشهد من بعيد ومش عارف ايه اللي هيحصل. طب ايه النتيجة؟ النتيجة لانه في حماية جاية على المؤمنين، سمعناها في 10 أسابيع في الكنيسة، يمكن السنة دي، من سيشتكي؟ قولوا من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. يعني يبرر يعني الله لما مات من أجلي، لما دفع ثمن خطيتي، فهو اداني حكم التبرير وليس حكم البراءة، فأنا بقيت ملياش ريكورد عند إبليس، ما عنديش يعني ما فيش تفاصيل عند إبليس يشتكي بيها،
خلاص it's over، لأن هو أنا بقيت إسقاط تبررنا بالإيمان، خلاص I'm in peace، لأن سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فيشوع بتابع المشهد وشايف إن فرعون جاي وإيه القصة هتوصل إيه، وبعدين ابتدى موسى يتكلم، ويشوع أكيد من بعيد متابع موسى إيه اللي هيحصل، هو القائد هو الليدر، فإيه اللي هيحصل يا ترى يا موسى، القصة رايحة فين؟ فموسى عمال يحكي مع ربنا، وفجأة موسى راح سحب العصاية الموجودة معاه اللي اتكلمت عنها من كام أسبوع فات، حتة كده فرع شجرة فرع شجرة فرع شجرة قطعه موسى وهو موجود في البرية، حتة فرع نقاه كويس، لمعه كويس، صنفره كويس، عمله مش عارف بإيه، ومسكه في إيده. الرب قال له العصاية اللي معاك دي مش عصايتك، دي عصايتي، الرب اللي بيقول. فأنت امسك عصا الله يا موسى وتعالى مدها على البحر ده. وفجأة يشوع هو بيتأمل المشهد وليه حاجة عجيبة، حاجة غريبة مش ممكن أبدا تحدث إطلاقا إطلاقا في أي جانب من جوانب حتى الخيال. فلما موسى حط إيد بالعصا على الحدود على المية بتاعت البحر انشقت المية، والرب قال للشعب جو، ويشوع عمال يتنطط ويجري ويقول لك أنا انتصرت على فرعون. تاني نصرة متع بها يشوع انتصار على الشيطان، دي متاحة لكل واحد فينا، لأن إله السلام ادانا وعد، إله السلام ادانا وعد إنه هيعمل إيه؟ سيسحق إبليس سريعا تحت أرجلنا، هيسحق الشيطان. النصرة الأولى الدم المرشوش، والنصرة الثانية الانتصار على الشكوى الشيطاني. أمين؟ طيب ناخد حاجة تالتة بسرعة وهنقف أول ما الوقت يكون عدى، بس نفسي نحط أساسات قبل ما ندخل على نهاية السنة وندخل على سنة جديدة، نعرف إيه اللي إحنا الغلب اللي إحنا فيه والوقع اللي إحنا فيها والمشاكل اللي إحنا فيها واضطراب البيوت اللي إحنا فيه واضطراب المجتمع اللي إحنا فيه واضطراب الكنائس اللي إحنا فيه واضطراب الجو الطائفي اللي إحنا فيه، والكله بيتطاحن بكله، كله بيأكل في كله. طب ده سببه إيه؟ ده سببه إيه؟ الأول لازم أثبت على الكلمة، وأنا بثبت على الكلمة بدرك تماما إنه دم المسيح في الحماية في الإنقاذ من الهلاك. نمرة اثنين الانتصار على الشيطان. خليني أخذ حاجة ثالثة. الشعب عدى بعد ما عدوا المشوار ده. خليني أقف وقفة مهمة يعني قبل حاجة تانية بس عشان أحطهم بالترتيب. في خروج 17 حصل حدث بديع شوية جميل شوية. خليني بس أقرأ الكلمات دي وأقول لكم من عدد كام، عدد 5 وعدد 6 خروج 17. الشعب عدى البحر، فرعون غرق مع كل جنوده. الكلام الجميل الحلو قوي قوي في الكتاب لما بيتكلم في خروج 14 بيقول إنه فرعون وجنوده الكل هلكوا في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. زمان كنا بنخاف من العفاريت، تعرف كده لك عفريت تطلع لي عفريت، مش عارف عفريت ولا مش عفريت، انا يعني ناس دلوقتي العيال الصغيرين يعرفوا اكتر من العفاريت، بس زمان فما كانش فيها ولا حتى عفريت صغير ولا حاجة. ابليس هلك مع كل سلطانه. فالنصره كانت كامله. خرج الشعب مشيوا. بعدين هقرا العددين دول. فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النار، خذها في يدك وإيه واذهب، وبعدين أنا أقف أمامك هناك على الصخرة فيه، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. فعلا موسى هكذا أمام عيون الشعب. مشكلة كبيرة قوي قوي بنواجهها في الكنائس مش بنقدر نفهمها كتير، وأنا ما أعرفش هل محتاجين نرجع لها تاني، مفهوم الروح القدس وأهمية الروح القدس في حياة المؤمنين، امتلاك الروح القدس، فيضان الروح القدس، نصرة الروح القدس، امتلاك الروح القدس على حياتي. ليه أنا خدت العدد ده وقلت بتكلمت عن الروح القدس؟ عشان هقرأ في يوحنا سبعة. خلينا أقرأ عددين من يوحنا سبعة حلوين قوي. إنجيل يوحنا أصحاح 7
الرب وقف في اليوم الأخير من العيد. في اليوم الأخير من العيد حد يطلق 7:37 7:37 يوحنا 7. فأنا بحاول أربط الأحداث ببعض. إيه المية دي؟ ليه أنا قلت عنها كده؟ فأنا بيقول إيه؟ في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي، يقبل إلي ويشرب. وبعدين: من آمن بي كما قال الكتاب، يحصل إيه؟ تجري من بطنه أنهار ماء حي. العدد اللي بعده: قال هذا عن الروح القدس. قال هذا، المية، المية اللي طلعت دي، المية اللي اتفجرت دي، المية اللي احنا محتاجين كده نغرق فيها ونستخبى فيها، المية دي بتكلم عن الروح القدس. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطيه بعد، لأن يسوع لم يكن طب مجدة بعد على أي أساس. طب وإيه علاقة الرب يسوع بالحتة دي؟ خلينا أرى لكم عدد حلو قوي، خليني أجيبه من قالوا رسول بولس للإخوة في كورنثوس، حب يشجعهم بي. كورنثوس الأولى 10:4، كورنثوس الأولى 10:4، فبيقول إيه؟ وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة، أهي كانوا يشربون من صخرة روحية، والصخرة كانت. فعندما ضرب المسيح، عندما ضرب المسيح جاء الروح القدس. معايا بالأحداث؟ طيب نرجع تاني يوحنا 7. في يوحنا 7 بيقول كان يتكلم عن هذا النبع المية، هذا الفيض المية. الغريب قوي قوي، الغريب قوي ان البطن دايما تاخد. حد شاب بطن بتدي؟ لا، معايا ولا مش معايا؟ ركزوا معايا. البطن دايما تاكل، مش كده؟ البطن دايما تاخد، ماشي؟ لا، ده الرحم. دي مش المعدة. طيب ماشي، وانا خدتها منك دي، حلوة بتدي، وهي ادت هنا برضو. فالبطن بيقول تجري من بطنه، المتين البطن بتدي، البطن بتدي، بس هي ادت لان الصخرة التي ضربت ربنا يسوع المسيح هو الصخرة. فلما ضرب رب المجد، عندما مجد جاء الروح القدس. فتخيلوا عمل ايه يسوع. انا بتخيل المشهد، يسوع جري عن مية لأنه كان عطشان زي العطشانين، كان بيدور عن مية زي اللي بيدوروا عن مية، كان عمالة يبص على الناس وهي عمالة تشكي وعمالة يعني غضبانة وزعلانة من موسى وهنموت بالعطش والدنيا يعني. فيسوع جري عن مية، غرق في المية، نام في المية، قعد يشرب من المية اللي طالع من الصخرة. الانتصار لا يأتي في حياة المؤمن إلا بفيضان وملء الروح القدس. حطوا أساسات صح عشان قربنا على آخر السنة. الأساس الأولاني إن أنا لازم أصدق من كل قلبي إنه مفيش حياة أبدية، مفيش ضمان أبدي، مفيش أبدا علاقة وشركة بين الله الآب وبيني عشان الله يتبناني وبقى ابنه إلا من خلال دم المسيح الذي سفك على الصليب. عندما أقبل يسوع المسيح مخلص، بيبقى في حماية دم المسيح عليه. أرجع لكم تاني لأمي، كان في أخت اسمها وديعة، قلت الكلام ده قبل كده. أخت وديعة كفيفة، كانت عمية، هي من بخوم، منطقة بخوم والشامية اللي هي حوالين أسيوط. فكانت تيجي عندنا البيت، كان ربنا مديها سلطان غير عادي. هي كانت كفيفة بس كانت بتشوف، معرفش إزاي بس كانت بتشوف بده، كانت بتشوف كويس. كان يجيبوا لها الناس عليها روح شرير. فمرة جايبين حد عليه روح شرير، وأنا كنت عمري تقريبا 4 سنين 5 سنين، مش نسيها، هنا محفورة. فبتتكلم مع الروح الشرير، فأمرت بسلطان إلهي على أساس اسم يسوع، مش هي اللي خرجت، باسم الرب يسوع. فهي قالت الكلام ده: دم يسوع المسيح يحرقك، أخرج منها. فالأخت وديعة كانت فاني،
زي إيليا كده. إيليا لما قال لهم إيه؟ طب يعني صرخوا شوية عشان الإله بتاعكم يسمع، طب اعملوا يعني، طب علوا صوتكم شوية. فكثير مرات المؤمنين الخدام يكون عندهم قفشات حلوة يعني. فهي بتقول لها إيه؟ بتقول للروح الشرير، طب أقول لك بلاش تخرج، أدخل في أم سمير، أم يعني. فالروح الشرير صرخ وقال لا، حي والرب ما انساهاش، دي مرشوشة بدم المسيح، هالدم المرشوش من سيشتكي على مختاري الله، لا شكوى شيطانية عليك لو انت مرشوش بالدم، علشان تقدر تعيش حياتك الروحية فيها نصرة مستمرة، هو فيضان الروح القدس، ملء الروح القدس. دايما اقول عن الروح القدس بصوره انه زي الغطاس اللي بيغطس جوه المية، البحر يرمز إلى العالم، البحر في الكتاب كله يرمز إلى العالم. لو أنا في عالم مليء بكل فساده وبكل شروره وأنا غرقت في العالم، الغواص هو غارق جوه البحر ما بيموتش، لأنه حاطين بتاع على مناخيره كده وفي كده حاجة مربوطة على ظهره كونتينر وبياخد أكسجين. الروح القدس هو الأكسجين اللي بيحمينا من غرق العالم، الروح القدس هو الأكسجين اللي بيحمينا من غرق العالم. ثلاث دعامات، خليني أخد واحدة رابعة النهاردة ونبقى نكمل إن شاء الله في الأيام اللي جاي. إزاي أعيش حياة النصرة؟ يشوع إزاي اتعلم إنه في دعامات موجودة للنصرة؟ يشوع ما كانش بيعملها، هي ماشية في مشوار حياته، لأنه قبل أن الدم يرش على القائمتين والعتبة العليا ويحمى من الغضب الآتي، يحمى من الموت. فيشوع ابتدى يشوف بقى، شوف الله ابتدى يتعامل مع الروح اللي عايز يقبض على حياة المؤمنين، فعلمه إزاي ينتصر على الشيطان وشكواه، بعدين علموا ازاي يقدر يعيش حياة النصرة المستمرة بملء الروح القدس. خليني اقول لكم الحدث اللي بعدين، حدث حلو قوي قوي، مهم قوي، وده برضو لينا كلنا، عشان كده قلت لكم اقرا يشوع واحد قولوها عليكم يعني. في نفس المكان في يشوع في خروج 17، خروج 17 خليني اقرا حرب، اول حرب واجهت الشعب، اول حرب واجهت الشعب، عدد 9، خروج، نرجع تاني خروج 7، نفس احنا قدامنا، عدد 9. بعد فيضان الروح القدس، بعد فيضان الروح القدس، لا ده كورنثوس، احنا عايزين خروج، خروج 17. ال الترتيب اللي الروح القدس عمله بديع قوي قوي. الحرب دي ما جاتش غير بعد المية، الحرب دي ما جاتش غير بعد فيضان المية، الحرب دي ما جاتش غير بعد سكيب الروح القدس، الحرب دي ما جاتش غير لما المؤمن تذوق الانتصار اللي جاي في حياته من خلال الروح القدس. فهنا بيقول ايه؟ بعد المية، بعد الصخرة اللي ضربت، بعد المية، فقال موسى ليشوع، كلم مين؟ يشوع. اعتقد موسى عينيه لقطت يشوع، اعتقد موسى شاف الولد ده، إيه النضوج اللي في حياته؟ إيه القوة اللي في حياته؟ إيه الفرحة اللي في حياته؟ الغيرة في حياته؟ وده اللي خلاني أقف قدام شخصيته وأقول دعامات نصرة موجودة في حياته أصلت كل واحد فينا. فبيقول إيه؟ فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا وأخرج حارب عماليق. هل يشوع كان مدرب على الحرب قبل كده؟ كان مرسي؟ نو. سامي كان؟ لا، كان عايش في أرض مصر. تعرف كان بيعمل إيه؟ كان بيلم الترابة ويجيب القش ويروح يحطهم على بعض ويجيبوا مية ويحطوا المية على الترابة والقش يبقى طينة، ويقفوا برجليهم يعجنوا الطينة طينة، وبعدين يجيبوها ويعملوها قوالب. تعرف القوالب اللي بنبني بيها في مصر؟ قوالب طوب أخضر يعني. فكل دي كانت وظيفته، ما كانش عندوش حاجة، ما كانش مدرب على حاجة. كان ممنوع على واحد يهودي يمسك حتى سكينة، ما يعرفوش، ما يقدروش.
فبيقول له يا يشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. يعني يشوع لو انا مكانه يعني هقول له هاو كم يعني. طب انا ما اقدرش على القصه دي، القصه دي اكبر مني، القصه دي فوق امكانياتي انا. نكمل. وغدا اقف انا على راس التله وعصا الله في يدي. فموسى بيقول له يشوع لما تدخل جوه الحرب مش تبقى وحدك، انا موجود فوق التله. هقولها تاني. موسى قال له يا يشوع لما تحارب وحدك مش هتقدر، لكن انا هكون موجود فوق التله وهعمل حاجه علشانك. فايه اللي عمله موسى؟ يلا. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. مين عماليق؟ عماليق رمز الجسد، عماليق رمز الايجو، رقم الذات، رمز للذات اللي فيا، الميول الانسانيه، الميول الانسانيه اللي بتحاربني. معايا؟ اتمنى من قلبي لو ان لو انا كلامي تقيل شويه كبير شويه راجعني. اللي بيحاربنا، اللي بيحاربنا كمؤمنين، ابليس بيحاربنا، بيحاول يحاربنا. من سيشتكي على مختاري الله؟ خلاص الله ادانا تبرير. اللي بيحاربني الذات اللي جوايا، الانا اللي جوايا، الميول الانسانيه اللي جوايا اللي بتميل للارض، اللي تميل للفساد، اللي تميل الكرامة علشان كده مغفرش، عشان كرامة اتجرحت مغفرش. ده من هنا، دي من الذات، دي مش من الروح. ففي حرب دائمة موجودة بين الجسد وبين الروح. بتكلم على الروح، مش بتكلم على الروح واحد يقولك طلعت روحه، لا مش بتكلم على دي. الروح الجديدة، الروح اللي فديت، اللي جوايا، اللي هي الإمكانيات السماوية الروحية اللي تملكت عليا من الداخل. فبقي جوايا من الداخل ميول روحية تميل إلى كل ما هو روحي، تميل إلى ما كل ما هو مقدس، تميل إلى كل ما هو مبارك، تميل إلى ما كل ما هو اختفاء للذات. الذات بيصعب عليها القصة دي، الذات الأنانية اللي جوايا بيصعب عليها أو إن أنا بقى كده عالي، فتبتدي تكتم على نفسي، تضايقني. فبالسهولة، مش بالسهولة أغفر لما واحد يخطئ في حقي. تعرفوا ليه؟ لأنه دي مطالب إنسانية، مطالب ذات، الكرامة، كرامتي. يقول لك مش أغفره لحد ما أموت، ده مش الروح، ده الذات. الذات، الذات لما اغضب، لما اغضب الروح يقول لي خلي بالك اوعى الغضب ياخدك لحته يخليك تخطئ في حق الله وحق اخواتك. فلا تغرب الشمس على غيظكم، اوعى تدي ابليس مكان. ابليس بقى يجي يشتغل على ايه؟ يشتغل على الذات، فيقول لك لا هو الغلط، ويبتدي يتمادى الغضب جوايا، والغضب يزيد 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 الى ان اخطئ ولا أصنع البر أمام الله. فده جاي من الذات. فهمتوا الفكرة؟ واحد هندي قال القصة الجميلة دي، قال أنا جوايا كلبين، لم أخذ، هو هندي، هو أمريكاني هندي، جوايا كلبين، كلب حلو وكلب وحش، اللي أوكله أكتر هو يسود. لو وكلت الحلو أكتر هو يسود، لو وكلت الوحش أكتر هو يسود. هو ده الروح وده الجسد، الذات. عماليق رمز للذات، رمز للجسد وسلطان الجسد علينا. إزاي أنتصر على الجسد؟ إزاي أنتصر عليه؟ هقول لكم، هاي ده المفتاح الرابع. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. يعملوا إيه فوق التلة؟ هيعملوا إيه فوق؟ طالعين فوق يعملوا إيه؟ شوف يعملوا إيه. وكان إذا، يلا، إذا رفع موسى يده عماليق يتراجع. شفتوا الحرب اللي بين الروح وبين الجسد؟ كل أنا ما الإيدين تبقى مرفوعة، كل ما الذات، كل ما الجسد يبقى مهزوم، كل ما عماليق يتراجع. شايفين؟ كانت حاجة ظريفة قوي، طالعة نازلة، طالعة نازلة، بتورينا الروح القدس حب يحطها بالطريقة دي. ليه بقى؟ حب يقول لك ان كل ما الايدين توطى كل ما الجسد ايه؟ يزيد. كل ما الايدين ترفع
كل ما الجسد يقل. فبيقول ايه؟ وكان اذا رفع موسى يده ان اسرائيل، واذا خفض يده ان عمليق. طب ليه روح القدس قال الحته دي؟ عايز يقول ان الحرب دائمه بين الجسد والروح مستمر. ممكن اكون مؤمن حلو بحب ربنا، ممكن اكون مؤمن يعني انا فديت بدم المسيح، ما هو فدي بدم المسيح، هو ترش الدم. بس مرات كتير قوي وانا في الايمان الكلب الوحش ده اللي جوايا، عشان الايدين مش مرفوعه فالكلب ده بينتصر. فدايما دايما ابقى عايز ابقى نمبر 1. ده مش الروح، الروح ما يبقاش نمبر 1. اذا اراد احد ان يكون خادما للكلي لازم يكون اخر الكلي. فهو منطق طبيعي، هو المنطق بتاع الروح، منطق الروح اللي داقه كويس قوي يوحنا المعمدان، فقال ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقصه. ده مبدا الروح، مبدا الروح اللي قاله بولس، لا احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ده مبدا الروح. مبدا الجسد حاجه تانية خالص، مبدا الجسد اسود واكبر وابقى فوق الكل، ده مبدا الجسد. مبدا الروح الرب حطه بطريقه بديعه جدا الروح القدس في فيليب 2. هات لنا فيليب 2 يا ناس، فيليب 2. في فيليب 2 حاجه جميله بديعه قالها رسول بولس، بيتكلم عن ازاي الروح والجسد ومين يعلى ومين يوطى. ما قالهاش بالطريقه دي بس انا بربط الاحداث مع بعض. فقال ايه في فيليب اصحاح 2؟ بيقول هو انت عايز تاخد جانب من جوانب التسليه الروحيه. يعني ايه تسليه روحيه؟ مش تسليه يعني نتسلى يعني نقزقز لب، لا، تسليه يعني تعزيه، تسليه يعني انا بكون في الجو الروحي ده. فقال ايه؟ فان كان وعظ ماء في المسيح، وان كانت تسليه ماء المحبه، وبعدين قال وان كانت شركه ماء في الروح، وان كانت احشاء ورافه، وبعدين فتمموا فرح حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبه واحده بنفس واحده مفتكرين شيئا واحدا. وبعدين لا شيء بتحزب او بعجب بل بتواضع حاسبين البعض افضل من انفسهم. ده الروح، ده الروح، ده الروح، ان انا بحسب اخواتي افضل مني. الروح يخليني انا والرسول بولس لما قال الكلام ده، هو انا شايف يا الحرب دي لو انا ما عشتش اللي قبليها العدد 1 انا ما عشتوش، وعدد 2 انا مش هعرف اعيش، عدد 3 ارجع لعدد واحد. لو انا ما عرفتش فان كان وعظ ماء في المسيح، في المسيح ينبغي ان ذاك وانا انقص، في المسيح ان كانت تسليه ماء للمحبه، المحبه تستر كثره من الخطايا، المحبه تحتمل تصبر على تصدق، المحبة لا تسقط أبدا. دي المحبة، ده الجو الروح، ده الجو المنتصر اللي جوه. لكن جو الجسد حاجة تانية خالص. فلو أنا عشت دولة أحشاء رأفة وعدد 2 بعدين عدد تم مفرح عشان تفتكروا فكر واحد هو الفكر الواحد هو اللي اتقال في عدد 1، وبعدين يلا هنا بقى يبتدي يقول الحرب دي لا شيئا بتحزب أو بعجب. يعني أنا صانع انشقاق مثلا، إن أنا فخور بنفسي مثلا، أنا ما حدش يقدر يقرب مني لأن أنا فوق الروس، ده عجب. فقالوا لو أنت في دولة ده الجسد، لا الروح حاجة تانية خالص. فعايز يورينا من فين الروح، هيورينا فين الروح دلوقتي. بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. يعني اللي بعده، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، ده الجسد. معايا؟ على فكرة الحتة دي مش بتاعة جسد وروح بس، الروح القدس عايز يقولها لنا، ده جسد. كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. طب فين المثال اللي نمشي عليه؟ طب ادينا مثال، ادينا اكزامبل، ما تحطنيش في حتة وتسيبني. يلا، فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. أو ده هو إن في أي فكر، قال الفكر بتاع المسيح يسوع ابتدى يصور لنا إزاي الجسد يقمع وإزاي الروح ينتصر. فالفكر الذي في المسيح هو المثال، هو الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. بيتكلم عن مين؟
بيتكلم عن الرب يسوع اللي جه لأرضنا. بعدين لكنه أخلى نفسه، ده الروح، أخلى نفسه، أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع. تخيلوا، تخيلوا رب المجد اللي المفروض هو بهاء مجد الله، اللي هو رسم جوهره، اللي هو الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، تعرفوا أهو، قال ده الروح، ده الروح يعمل كده. فالحرب قائمة. فخروج 17، كل ما موسى يرفع إيده كل ما الجسد يتراجع، كل ما موسى ينزل إيده كل ما الجسد ينتصر. فراح موسى قال لك لا احنا عايزين الانتصارات تتوالى. انتصار رقم واحد مرشوش بالدم، الدم المرشوش على الأعتاب، الدم المرشوش على الأبواب، أبواب قلبي. نمرة اتنين ان انا ازاي اقدر اصدق جوه قلبي من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، فانا مبرر. نمرة ثلاثة، انا محتاج اكون في حماية حصانة ملء فيض الروح القدس عشان اقدر ادخل الحرب دي. ولما ادخل الحرب دي احتاج الى شفاعة المسيح، شفاعة المسيح. نمرة اربعة، شفاعة المسيح سيدي اللي احبني، اللي هو جالس عن يمين العظمة في الاعالي ليشفع فينا. يعني هو بيبص عليك كده، يبص على الاخ سمير، يبص عليا، يبص على كرم، يبص على اي حد فيكم. يعني يقول لك اصل ابني في الحته دي انا عارف انها صعبه عليه شويه، فانا هرق عليه، انا احس باحشائي من اجله، فيروح محصني. هو ده اللي قال عنه الروح القدس لما بيتكلم في عبرانيين. نفسي اقرا اجزاء كتيره عن شفاعه المسيح، بس هرجع للكلمه النقطه دي تاني. حد دلوقتي أربع أسلحة للانتصار. نمرة واحد، قولوا معايا، نمرة واحد الدم المرشوش، دم يسوع. نمرة اتنين، علوا صوتكم. نمرة اتنين، الشكاية الإبليسية أبطلت. نمرة ثلاثة، فيضان وملء الروح القدس. نمرة أربعة، شفاعة ربنا يسوع المسيح. تعالوا نقف ونصلي. تعالى وانت بتصلي، لو انت لسه ما دقتش الانتصار الاول، هو ده الاساس، اللي باقي دي كله ده بيبنى على الفاونديشن، على الاساس. لما انا اعلن النهاردة من قلبي ان انا ابن لله، اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه، هنا اقدر اتمتع بالانتصار على كل شكاية إبليسية. هنا أقدر أتمتع بفيضان وملء الروح القدس. إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. ولما بعمل كده بقول إن أخطأنا، ما أنا إنسان، لو غلط فلنا شفيع، مبارك اسمك إلى الأبد، إلهنا الكريم المبارك يشفع فينا، وهو مازال الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وربنا الكريم يسوع المسيح يشفع فينا، ولو في غلطة فينا يبتدي يرسل فيضان تطهير، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. بس ده يتم إن اعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا رب أنا بشكرك، مثال رائع في كلمتك، مثال بديع في كلمتك. الولد العبد الغلبان اللي نهايته معروفة إنه هو هيترمي في قبور المصريين، لكن بحنان من جلالك أنت اللي رشيت الدم، أنت اللي بسطت إيدك، أنت اللي قلت ليس بأحد غيرك الخلاص، أنت الفادي، انت المخلص، انت الضامن لينا الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد
لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب أصلي من أجل شعبك يا رب أولادك، وإحنا بنصلي هنرنم الترانيم دي من قلبنا، هنقولها من قلبنا، أنشودة من قلبنا. مريم غنتها لما عدت وانتصرت على الشيطان، خرجت من دائرة الشكوى الشيطانية، غنت ورنمت، واحنا هنغني يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك. بنعظم شخص المسيح وبنرفع لاسمه التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح. بنعظم شخص المسيح وبنرفع لاسمه التسبيح، كل ركبة وكل لسان رح تسجد لاسم المسيح. بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. للمرضى والمقصورين بشرى فرح وحب ثمين، عن حرية دم يسوع وشفاء للمتعبين. للمرضى والمقصورين بشرى فرح وحب ثمين، عن حرية دم يسوع وشفاء للمتعبين. بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. بالدم المسفوح رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. من إبليس نخطف نفوس، وبسلطان عليه بندوس، وبقوة دم ابن الله رح نسجد لاسمه القدوس. من إبليس نخطف نفوس، وبسلطان عليه بندوس، وبقوة دم ابن الله رح نسجد. بالدم المسفوك رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. بالدم المسفوك رح نرفع الرايات، والمالك الملوك بنعلي التسبيحات. صدق الكلام ده جوه قلبك، صدقه صدقه. في نصرة لينا، والنصرة تمت. يشوع ما عملش حاجة غير انه صدق، ما عملش حاجة غير مشي في الخط، عشان كده النصرة أخذناها في الصليب. النصرة إحنا مش بنسعى عشان ننتصر، لكن إحنا بنسعى لكي نسير في موكب المنتصر. فهمني؟ هو انتصر، الحرب خلاص حسمت، الحرب حسمت، رب يسوع خلاص إدانا النصرة كاملة على الصليب. فأنت مصدقها من جوه قلبك. نفسي أرنم ترنيمة تانية، رنم ترنيمة تانية، واحنا بنرنمها تعالوا نقولها بفرح، نقولها انا مش عايز اوجه ايميل لحاجه، لكن انا عارف ان هو ماشي بالروح من بدايه الاجتماع. احنا بنتكلم على الانتصارات وعلى الغلبه وعلى نفسي تغني يا مخلصي ما اعظمك. مصدقين مصدقينه، حسم المعركه، المعركه حسمت. انا مش داخل عشان اعمل حسم المعركه، معركه حسمت في الصليب. دمي بيشفع بالملايين،
دمي بيشفي جروح وأنين، دمي بتشهد عنه سنين، دمي بيعلن انتصارات وبيسحق رأس الحياة، دمي بيعلن انتصارات وبيسحق رأس الحياة، دمي بتعلى له الهتافات وأغاني بزنوج وأذان، دمي يسوع غالي دمي بيشفع في الملايين، دمي بيشفي جروح وأنين، دمي بتشهد عنه سنين، دمي يسوع غالي وثمين، دمي بيشفع سنين، دمك نرفع أعلام مجدك يعلى في كل مكان، دمك نرفع أعلام اسمك يعلى في كل مكان، نعلن إنك رب السلام، نعلن ملك ابن الإنسان، دمي يسوع غالي وثمين، دمي بيشفع في الملايين، دمي بيشفي جروح وأنين، دمي بتشهد عنه سنين، دمي يسوع غالي، دمي بيشفع في الملايين، دمي بيشفي جروح ونعليك، كل حياتنا صارت ليك، نرفع اسمك ونعليك، كل حياتنا صارت ليك، وعدك لينا ده وعد أكيد، ساكن فينا يا أبدي، دمي يسوع غالي وثمين، دمي بيشفع في الملايين، دمي بيشفي جروح وأنين، دمي بتشهد عنه سنين، دمي يسوع غالي وثمين، شهد عنه سنين. بنباركك بنعظمك بنعليك، نشكرك، نشكرك يلي قبلت تحدي الأزل، يلي قبلت إنك تاخد مكان وناس نظيرنا، يلي قبلت إنك تطلق المدان اللي تحت لعنة، اللي عايش تحت دائرة الغضب، اللي قدامه هلاك أبدي ودينون أبدية، قبلت أن يوضع عليك إثمي جميعنا. بنباركك، شكرك لأنك شلت الشيلة كلها وشلت الدين كله وكل تحدي بيحاربنا بيه العدو، شكرك لأنك اديتنا انتصار، اديتنا وعود، اديتنا ضمانات، وبنقف نعلن ماذا اقول لهذا، ان كان الله معنا فمن علينا، من سيشتكي على مختاري الله. بنباركك، انت اللي بتبرر وانت اللي بررت وانت اللي اطلقتنا احرار وانت اللي شلت الماضي كله، لما بنقبلك قبول قلبي بالايمان مخلص شخصي، أقول لك يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع طهرني، يا رب يسوع اقبلني. في اللحظة دي كل الذين قبلوا
أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. بركة لشعبك يا رب. إحنا ماشيين في موكب نصرة حتى في وسط التعب والتحدي، بنقول في هذه جميعها، في وسط دي كلها، في هذه جميعها، في وسطيها نعرفين نصرتنا فين. يعظم انتصارنا بيك. بنباركك بنباركك بنعليك، واحنا بنباركك بعطيانا وعشورنا. دينا ندي بفرح يا رب، لأن المعطي المسرور يحب الرب. اسم الرب يسوع أمين.